في آية برضو جميلة جدا جدا جدا، أتحدى لو كان حد فاهم. تتحدى؟ أتحدى طبعا مش رجال الدين، أتحدى العرسان. إحنا العرسان المجتمع اللي بيتجوزوا دلوقتي كلهم بيكتبوا على تذكرة الفرح: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنا أي فرح تعزم فيه تذكرة معايا مكتوب فيها الآية، صح، أروح واخد العريس والعروس على جنب كده أقول لهم: أنتوا فاهمين الآية دي؟ لا طبعا طبعا، ربنا عمل مودة ورحمة، ويتكلم على إنها فكت آية، يعني آية يعني معجزة، آيات الله في الأرض يعني معجزاته في الأرض. عايزة تفهمي الآية دي؟ شوفي اللي بعدها. اتفضل. عايزة نفهم الآية دي كويس قوي، نشوف اللي بعدها. اتفضل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بصي اللي بعدها بقى: ومن آياته خلق السماوات والأرض. تخيلي خلق السماوات والأرض جت بعد 22 سنة. إذا سيادتك عايش مع الحلوة دي مش بجمالها ولا بعربيتك ولا بفلوسك، أنتوا عايشين بالمعجزة. إذا ربنا سحب المعجزة عليه العوض في الدنيا. طيب دكتور حسام بسطها لي، الله يخليك، معلش سامحني أنا تهت. المعجزة في إن أنا أكمل في البيت ده ومع الرب. يس طبعا، أصل في ناس فاكرة إيه العريس إزاي تتطلق؟ إزاي تتطلق؟ ده غني وحلو وطويل وبيلبس كويس كل ودكتور وكل حاجة كويس وناجح، لكن المعجزة اتسحبت من البيت. حضرتك مش عايشة لا بجمالك ولا بحلاوته، أنت عايشة بمعجزة ربنا عملها. إن مين يقدر يعيش مع واحدة 60-70 سنة ما يزهقش منها إلا بمعجزة ربنا؟ مين؟ ده أنا بيجيلي واحد في العيادة برفع له القبعة، راجل سنه 80 سنة ومراته سنها 75 سنة، ما شاء الله، مش جميلة ولا غنية، ناس غلابة جدا بيعبدها. حسبي حد، طمني يا دكتور، اطلعي على السرير. والله وبعدين ابص له كده اقول هو ده المعجزه متحققه فيه. مش شرط تبقى واحده حلوه ولا راجل غني خالص، المعجزه تحققت هيعيشوا. اتسحبت؟ لا ده انت بتشخري بالليل، باي باي. لا ده انت زودت، ده انت دمك تقيل، هتبتدي تشوف دمه تقيل. يا اخوانا احنا عايشين مع زوجتنا بالمعجزه. ومن اياته، اي من معجزاته، انه خلق لنا الستات نبقى موده ورحمه. الموده هي العلاقه الزوجيه، والرحمه بعد ما يكبروا. بصي اللي بعدها: ومن اياته خلق السماوات والارض. ربنا بيرص المعجزات بالترتيب كده في سوره الروم، سبع معجزات ورا بعض، حط اتنين يعيشوا سوا قبل خلق السماوات والارض. مش الناس تفهمها دي؟ يعني يا دكتور بتخرج فكره الاختيار وحسن الاختيار والتوفيق في الاختيار. بص حضرتك الاختيار ده توفيق من الله. انا ما بالله ممكن يكون واحد يوضح انه كويس جدا جدا جدا. احنا عندنا اتنين في القران حلوين جدا: الذكر والرجل، فرق شتان. الانثى عكسها الذكر، يهب لمن شاء الاناث ويهب لمن شاء الذكور، يبقى ده عكس دي. انما الرجل ده صفه. مش هقول ايه انا اتقدم لبنتي راجل لما يكون راجل، طب ما انا بقول ست ب 100 راجل، صح، بقول واحده ست ب 100 راجل. الرجل مش جنس، الرجل صفه. رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، رجاله. انما الذكر كده، وحتى لو طلع مش جدع تمام ما اتحرمش من فلوسه. للذكر مثل حظ الانثيين، ما قالش للرجل. فإن كانوا رجالا كثيرا لأنهم بيجمعوا، إنما الذكر غير الرجل خالص. أتمنى إن أي حد من بناتنا يتقدم لها راجل مش ذكر.